سيد عبد الصلاح يا دكتور حافظ الكرمي، القارئ للسيرة النبوية يصعب عليه في بعض المواقف أن يتأكد من السياق التاريخي، يعني ماذا حدث قبل ثم ماذا حدث من بعد، وهذه دائما تواجهنا. لكن قبل أن نستأنف الحديث من حيث توقفنا قبل حلقتين، لفت نظري في بعض كتب السيرة التعليق على قطع الأشجار في قضية بني النضير، بأن السبب في ذلك، ولا أذكر أننا ذكرناه في المرة السابقة عندما تعرضنا للموضوع، لربما ذكر دون انتباه مني، أن السبب أن بني النضير كانوا يستتيرون بالأشجار وهم يطلقون النبل على المسلمين، فكانت عائقا، يعني يبدو أن إتلافها أو إتلاف بعضها كان المقصود منه هو الحيلولة دون أن يتمكن بنو النضير من إلقاء النبل على المسلمين، استهداف المسلمين بسبب الحماية أو الوقاية التي كانت توفرها هذه الأشجار لهم. لأنه في الظروف العادية يعني يصعب على الإنسان أن يستوعب لماذا تقطع هذه الأشجار إن لم يكن هناك سبب حربي بس هو حقيقي. يعني في البني، إذا جئنا لندرس طبيعة أرض المعركة سنجد أن بني النضير كانوا حصنا محاطا بأسوار عالية جدا، وهذه الأسوار واضحة في السيرة، ومعظم حصون اليهود في المدينة كانت محصنة بهذه الطريقة، بينما البساتين كانت في خارج هذه الأسوار. يعني هناك بساتين خارج الأسوار، وهناك الأماكن السكنية أو الحي السكني محاط بسور من الحماية، الحجارة الضخمة التي كانت تبنى لحماية المدن أو الحصون في ذلك الزمن. وبالتالي أنا يعني أستبعد أن يكون الهدف هو لأنهم كانوا يستثيرون بها، لأنهم لا يستطيعون يستثيرون، وخاصة أن هناك جدران عالية تحميهم من المسلمين ومن حصار المسلمين. ولكن السبب الأهم في ذلك هو التأثير النفسي على اليهود من أجل أن يستسلموا، لأن كما يقول المؤرخون والأصحاب السير أن بني النضير كان عندهم من الطعام ما لا، من المخازن الطعام ما لا ينفذ، وكان عندهم أبار من المياه، الأبار الارتوازية أو الجوفية في داخل الحصن، يستطيعوا أن يصمدوا فترة طويلة جدا، وهذا قد يكون فيه مؤذي للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. وبالتالي استخدم تكتيك هو قطع بعض هذه الأشجار بإذن من الله سبحانه وتعالى، لأن السياسة العامة في الإسلام أنه لا يقطع شجرا ولا يقتل طفلا ولا امرأة ولا عابدا في صومعته ولا غير ذلك، إنما بإذن الله، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فهذا القطع جاء بإذن الله عز وجل في حادثة محدودة من أجل إنهاء المعركة في أسرع وقت ممكن، وكما يقال لهذه الحادثة بالذات. وبالتالي أنا أستبعد أن يكون لي أنهم كانوا يستترون بهذه الأشجار، لم يكن هناك إمكانية لهذا الفعل. أنا أتفق تماما مع الدكتور حافظ، وأقول بالإضافة إلى هذا إن اليهود كانوا دائما، يعني أماكن إقامة اليهود سواء بنو قينقاع أو بنو النضير أو بنو قريظة كانت لهم في حصون، ولذلك في كل مرة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحاصرهم. فالحصار هذا لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن تكون هذه الحصون ضمن البساتين ضمن، وإنما هي الحرب النفسية التي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عمد إليها بإذن من الله سبحانه وتعالى. ثم إذا نظرنا إلى النتيجة نجد أن قطع الأشجار وفر على الطرفين القتلى، أنه لم تكن هناك حرب. فإذا كان قطع بعض الأشجار يؤدي إلى استسلام أو نزول الطرف الآخر على حكم الرسول وقبوله للإنذار، فإذا الفائدة كبيرة جدا هنا. فالله سبحانه وتعالى أذن للرسول وصحابته بهذا في هذه الموقعة فقط،
ولا يأذن يعني. والشيء المعتمد في الحرب الإسلامية أنه لا تقطع الأشجار ولا تقتل النساء ولا الأطفال ولا العجزة ولا نرجع إلى موضوع المواقع وتواريخها. في غزوة حصلت يبدو بعد ذلك اختلف في كتب التاريخ والسيرة حول اسمها وأيها كانت. البعض سماها ذات الرقاع، البعض يرى أن ذات الرقاع لا يمكن أن تكون قد حصلت في ذلك الوقت، لكن على كل حال أنه في شيء حصل، غزوة سميت مجازا بغزوة نجد لأنها كانت في نجد. نعم، هي هذه الغزوة التي جاءت بعد بني النضير كانت لنجد، والرسول عليه الصلاة والسلام أرسل فيها قوة من حوالي 700 شخص. والاسم لغزوة ذات الرقاع يناسب هذا من ناحية أنهم أن الصحابة اضطروا إلى المرور بأرض وعرة، وكان منها أنها تثقبت أرجلهم فلفوا حول أرجلهم رقاعا من القماش حتى أو من ثيابهم حتى يحموا أرجلهم من هذه الأرض، وهذا الموضوع الاسم فيها. أما هي غزوة أو يعني أو التقى فيها المسلمون مع العدو لكنهم لم يتقاتلوا، وإنما تحاجز الفريقان، وكان فيها حدثت لأول مرة صلاة الخوف. صلاة الخوف في المعركة هي التي مذكورة في سورة النساء، فإذا لقيتم الذين في سورة النساء أن المسلمين يأمهم الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة فيصلي معه قسم منهم ويقف آخرون للحراسة ومعهم أسلحتهم، فإذا سجد الرسول عليه الصلاة والسلام سجدوا معه، ثم قام هو للركعة الثانية وقاموا هم فأتموا صلاتهم للركعة الثانية وسلموا، بينما هو يطيل الركعة الثانية ليأتي الذين لم يصلوا ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، يعني يصلون وهم يحملون السلاح وهم في حذر، بينما يقف الآخرون الذين انتهوا من الصلاة من ورائهم للحماية حتى لا يهاجمهم المشركون. هذه صلاة الخوف حدثت في هذه الغزوة لأول مرة، وحدثت مرة أخرى فيما بعد كذلك، فيعني تذكر هذه. كان البعض يرجح أن صلاة الخوف هذه لم تكن في تلك الغزوة وإنما في غزوة ذات الرقاع التي حدثت بعد ذلك قبيل خيبر. نعم، لأنه في الخندق التي حدثت قبل خيبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتته في بعض الروايات أربع صلوات مكتوبة. نعم، فلو كانت صلاة الخوف مشروعة في ذلك الوقت لصلوا صلاة الخوف ربما. نعم، هو أنا هنا أريد أن أتحدث عن فلسفة الغزوات هذه بشكل مبدئي. يعني إحنا نلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ ينطلق سواء كان في بعد ذلك في دومة الجندل أو في نجد أو في حتى بدر الآخرة أو بدر الثانية أو التي وعد المشركون ولم يأتوا إليها. هناك فلسفة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبتها في الجزيرة العربية، أن اليد العليا الآن في الجزيرة هي للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. أي شخص في الجزيرة العربية يفكر في أي مكان في الجزيرة العربية بمجرد تفكير بمهاجمة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة مثل هؤلاء أهل نجد، فالرسول عليه السلام تصله أخبار هؤلاء القوم. وأنا قلت في حلقة سابقة أن هذه الأخبار لم تكن تأتيها عن طريق الوحي لأنه نبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان تأتيه بطرق بشرية بجهد بشري، كان هناك له عيون مبثوثة في الجزيرة وبالتالي كان تأتيه بهذه الأخبار، ثم يبادر النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بالهجوم قبل أن يهجم عليه. وهذا جزء من الحياة العملية العسكرية، أنه أنت تبادر في الهجوم لواحد عدوك يريد أن يهاجمك تهاجمه قبل أن يهاجمك، فهذا يكون في موقفك أو موقف يكون أقوى، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هو يبدو كمان أنه كثير من الأعراب كانوا لا يعجبهم هذا النظام الجديد الذي لا يقر السلب والنهب الذي كان في ديدا كثيرين منهم. نعم، هناك في محاولة من الرسول صلى الله عليه وسلم
لفرض كما يقال النظام في الجزيرة العربية. يعني بدأت الآن تستقر هذه الملامح، توفير الأمن للناس بالضبط. توفير الأمن، أنه ما في أحد من القبائل والله كما كان في السابق أنه يقطع القبائل وأنه يهاجم المدن أو يهاجم القوافل وما يعاقب، فيجب أن يعاقب. وبالتالي هذه السياسة التي بدأ يفرضها النبي صلى الله عليه وسلم على الجزيرة العربية. القضية الثانية التي أعتقد أنها مهمة في هذا الأمر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من خلال هذه الغزوات أنه يبحث أصحابه، وإذا لاحظنا في هذه الغزوات أو هذه عفوا السرايا، لأنها ليست غزوات في كثير منها، هذه السرايا كان كل مرة هناك قائد لهذه السرية، في معظم مرة عمرو بن العاص، مرة ابن جحش، مرة فلان من الصحابة، حتى مرة عمر بن الخطاب. المتنوع، والتنوع كان هو نوع من التربية القيادية لهؤلاء الصحابة على القيادة العسكرية، إنه يقود معارك حتى لو كان مرة 200 رجل، مرة 40 رجل، مرة 50 رجل، ويستخدم في هذه التربية الوسائل العسكرية الحديثة أو الذي يسمونها الآن بالوسائل. مثلا يقول لأحد هذه السرايا أنه نكتب لكم كتاب لا تفتحوه إلا بعد يومين مثلا، وبعد أن يسير الجيش يومين يفتح هذا الكتاب، فيقول له انزل في نخلة وارصد مثلا عير قريش ولا تحدث أمرا، ثم تعود إلى المدينة. كل هذا نوع من التربية العسكرية التي كان يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يربي أصحابه عليها، على أنهم جيش دولة. بس هذه كانت ممارسات العرب، يعني لا جديدة فيها، يعني هم كانوا يمارسون ما كان العرب يمارسون. نعم، لكن تأكيدا لهذا الكلام أريد أنا أؤكد شيء وأوضح شيء آخر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يعني يذهب في غزوة كان يستخلف شخصا على المدينة، فكان في كل مرة غالبا يستخلف شخصا مختلفا عن السابق. عبد الله بن أم مكتوم استخلفه أكثر من مرة، لكن مرة عثمان بن عفان، مرة عبد الله بن عبد الله بن أبي، كذلك يعني هذه الجانب موجود. إنما أريد أن أوضح مسألة هنا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نقول أنه كان هو الذي يبادر بالهجوم، وكان يأخذ عنصر المفاجأة ويستخدمه استخداما كاملا، لكنه لا يبيت قوما وهم غارون، يعني لا يهاجمهم في ديارهم بدون إنذار أو بدون إعلان، إنما يتحرك بالسرعة ويفاجئهم قبل أن يتخذوا استعداداتهم، ثم عندما يصلوا إليهم يجدون أنفسهم أمام قوة المسلمين وهم غير مستعدين. فإذا تحقق للرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين عنصر المفاجأة الكاملة، لكن دون شن هجوم، يعني لا يحدث إطلاقا مثل ما يحدث هذه الأيام، أقول لك عنصر المباغتة معناها أن تضرب بالقوات الجوية وتدمر البلد كما فعلت أمريكا في أفغانستان مثلا ولا في العراق، فتدمر البلد ثم يقال للناس استسلموا أو كذا. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى العدو ويفاجئهم، وهذا ما حدث حتى في فتح مكة. اللهم يعني دعا الرسول عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى أن يعمي أعين قريش حتى نباغتهم في بلادهم، لكنه عندما وصل إلى مر الزهران أمر بإشعال النيران حتى للإعلان عن وجوده. هذه مسألة مهمة جدا، هي في المعركة هنا أستاذ. نعم. يعني أنت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يعتدي، وحاشا أن يعتدي على أحد. نعم. لكن أنت قوم مثلا بني المصطلق أو غيرهم من القبائل أو عرب دومة الجندل، هو يخطط من أجل أن يعتدي على المدينة، وتأتي الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعد جيشا، رجل في أقصص يعد جيشا من أجل أن يرسله المدينة، من أجل أن يحاصر المدينة أو يعتدي على المدينة، على بساتينها، على نخيلها، على الأغنام، على كذا. في هذه الحالة الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة دفاع عن النفس، والدفاع عن النفس لا يعني في العلم العسكري أن يبقى هو في مكانه من أجل أن يأتي يهاجموه من أجل أن يدافع عن نفسه. الدفاع عن النفس هو أنت في عدو أنت تضربه وهو يستعد للضرب قبل أن
يأتي لضربك. فهو في حتى لو باغتهم، هو باغتهم وهم في حالة اعتداء وليسوا في حالة أمن. هم يؤدون هذا؟ لم يحدث أن هاجم وقاتل في يوم من الأيام أناسا وهم في غفلة وهم غير مستعدين، لا في خيبر، يعني فاجأهم وهم في خيبر كذلك، فاجأ بني المصطلق وفاجأ أهل مكة، ولكنه لم يهاجمهم في أي مرة من المرات. هذه مسألة لازم ننتبه لها، صحيح، لازم نتأكد منها. القبائل التي كانت محيطة بدومة الجندل والذين كانوا يقطعون الطريق و يعني يسببون مشاكل، عندما وصل هربوا إلى الجبال، كانوا قد هربوا إلى الجبال. لا بس هو يعني أنت الآن مثلا في بعض هم كانت لديهم أعين بالضبط، فيما يبدو كان في لهم أعين. هي معركة العرب نفس الشيء، لم يكونوا هم صامتين. يعني هو عندما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحرك كان لهم عيون تخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك، يحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تصل هذه الأخبار، لكن برضو أبو سفيان كان له عيون، والعرب كانت له عيون، القريش لها عيون، ثقيف لها عيون، واليهود لهم عيون. أنا يعني أقرأ في السيرة وهذا كله نعرفه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث أشخاصا وقتلوا أشخاص من اليهود في المدينة وأشخاص من الجزيرة العربية، وهم أرسلهم وقتلوا هؤلاء لأنهم كانوا يعدون للاعتداء. وهذه حقيقة واضحة في لكن كل هذا لا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معتديا، بقدر ما هو محاولة ضرب الخصم قبل أن يتحرك. هناك فارق كبير دكتور حافظ بين قتل شخص معين هو يجمع لإعداد يجمع جيشا لغزو المدينة، ومهاجمة مدينة أو قرية أو قبيلة في بلادها وقتل أهلها دون يعني وهم غارون وهم في غفلة. هذا فارق كبير جدا. يعني الحادثة أو الحادثتين اللتين أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام فيهما من يقتل شخصا بعينه، هذا شخص حكم عليه بالإعدام لأنه حيثيات طويلة قام بأشياء بشخصه، أفشل جمع كبير من يعني يريد الغزو. أما مثلا في بني المصطلق كان الحارث وزعيم القبيلة يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمهاجمة هذه لمهاجمة المدينة، فالرسول عليه الصلاة والسلام تحرك، وتحركه عندما وصل إلى ماء المريسيع أو المريسيع ووقف هناك، لم يهاجم القبيلة حتى بدأوا هم يضربون. فإذن هنا نتعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعله من أنه زمام المبادرة أو عنصر المفاجأة موجود يستفاد به إلى أبعد الحدود دون إيقاع بالناس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يدرك أساسا أن مهمته الأولى الدعوة وتقديم الإسلام إلى هؤلاء، وهذا ما كان حريصا عليه. وإذا نظرنا في أحداث ما حدث في بني المصطلق وما بعدها نجد أن هذا هو العامل الرئيسي الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرك به. أنا أظن أنه ما في خلاف كبير في وجهتي النظر، يعني هو المقصود كما فهمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يباغتهم بمعنى أنهم لا يجدون مفرا من الاستسلام. أي نعم. بالضبط. أي نعم. هذا المقصود لكن نعم. هو ما كان يغير عليهم أو يقتل أطفالا أو نساء، هذا معاذ الله، كان ينهى دائما عن هذا الذي يعني قصدته أنا، إنما نقول يهاجمهم، وهذه مسألة إيضاح الأمور أنه يقول يهاجمهم قبل أن يهاجموا، لا هو يفاجئهم. نعم. بدون هجوم قتالي، هو المقصود الردع بالضبط. أكثر من الردع آخر. نعم. يعني نعم. هي أستاذي الكريم، هي الحرب هي ليست فقط قتل وسلاح، يعني هي نصرته بالرعب مسيرة شهر. يعني هو لم يستخدم سلاحا ولم يصل إلى حتى الروم عند ذلك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصر بالرعب بعد مسيرة شهر لم يأتي إليه الروم فأعتبر ذلك نصرا. التحرك العسكري، التكتيك العسكري، ما فيه الحرب النفسية، ما فيه المباغتة، ما فيه أن يقطع عنهم الأخبار، ما فيه أن يفاجئهم، كل هذه وسائل مشروعة للنصر، لأنه أنت تنتصر عدو من غير أن يبدي أن يحرك ساكنا. ولذلك قريش
يعني كل فيما بعد في فتح مكة، أن كل الوسائل التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم كلها وسائل من أجل أن يصل إلى مكة وأن يهاجم مكة بالمعنى العسكري، ليس فقط المهاجم للقتل، أن يحاصر مكة وتستسلم مكة من غير قتال، لأنه لا يريد عليه الصلاة والسلام أن يراق دم في مكة. هي المشكلة في كلمة الهجوم والمهاجم، لأنه هذه مدلولها أنه هو كأنه يغير عليهم وكذا ويقتحمهم، لكن هو كان يبادر بمباغتتهم بمفاجأتهم، لأنه في ما فيش ما حصلش ولا في حادث من الحوادث أنه يعني هجم عليهم بقتال وهم غافلون. لا أنا ما قلت هذا، أنا لم أقل، أنا مدرك ذلك، ولذلك هي بس قضية الألفاظ. لا يعني استخدام، لا هو المسألة ما هي مسألة الألفاظ، أنا نريد أن نوضح للمشاهد أن هذا لم يحدث إطلاقا من الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني إذا أخذنا مثلا بني المصطلق، الرسول عليه الصلاة والسلام وصل إليهم، هم عندما وجدوه موجودا هم بدأوا بالقتال، فحصل قتال، لكن هم الذين بدأوا به، وسرعان ما أدركوا أنه لن يكون لهم أي انتصار، وكان عدد القتلى 10 أشخاص، لكن المسلمين استطاعوا أن يأسروا منهم عدد كبير جدا. على كل حال نحن نحتاج إلى نأخذ فاصل الآن، بعده ندخل في تفاصيل غزوة بني المصطلق إن شاء الله. قبل الفاصل بدأنا الحديث عن غزوة بني المصطلق، وهذه من الغزوات التي ثمت خلاف بين المؤرخين في زمن حدوثها. معظم كتب السيرة المشهورة بين الناس ترتبها بعد الخندق، إلا أن البعض يرى أنها حدثت قبل الخندق. نعم، وأنا عندي الحقيقة كلمتين أو سطرين، لما نشوف كتاب عيون الأثر لابن سيد الناس تحت غزوة بني المصطلق يبدأ بهذا النص، وهي في شعبان سنة 6 عند ابن إسحاق، وفي سنة 4 عند موسى بن عقبة، وفي شعبان سنة 5 يوم الاثنين لليلتين خلتا منه عند ابن سعد، والخندق بعدها عنده في ذي القعدة من السنة نفسها. يعني هنا ابن سيد الناس يعطينا 3 من كبار كتاب السيرة والمؤرخين، وهم يختلفون فيها على 3 أوجه. فمع أنه في غزوة بني المصطلق حدث أمران مسجلان في القرآن وأمران بعيدان عن القتال ومسألة القتال، ولهما أثر كبير في المدينة والمجتمع الإسلامي، فمن المفروض أن لا يحدث فيها هذا الاختلاف. وهذا أنا يصل بي إلى موضوع مهم جدا الحقيقة، هو ربط أحداث السيرة بتسلسل زمني معين. هذا أمر يحتاج إلى بحث طويل وبحث دقيق الحقيقة. أنا أستبعد جدا أن تكون غزوة بني المصطلق بعد الخندق، لأن الخندق شهدت هجوما ضخما جدا على المدينة، شاركت فيه قريش بقضها وقضيضها وغطفان بكلكلها، وهذولا قبائل كبيرة جدا في هذه، وتحالف معهم بنو قريظة واليهود. غزوة الأحزاب، غزوة الخندق هي غزوة الأحزاب، وكانت الهدف استئصال الإسلام استئصالا كاملا. ثم نتصور أنها بعدها بشهور تفكر قبيلة صغيرة مثل بني المصطلق في مهاجمة المدينة، أمر مستبعد جدا، يعني أمر بعيد. الخندق كانت عملية تحول كامل في ميزان القوى، فبالتالي القبائل الصغيرة يصعب أن تفكر في أنها تغزو المدينة أو تغير عليها. بالعكس، أصبح المسلمون مرهوبو الشوكة ومرهوبو الجانب، فالذي يفكر في الإعداد لهم
لابد أن يفكر على نطاق مختلف جدا وعلى مستوى مختلف جدا. أنا يعني إذا لو جئنا رجعنا قليلا إلى كتابة السيرة، السيرة النبوية، نجد أن كتابة السيرة جاءت في فترة متأخرة. يعني أنا أتحدث عن عروة بن الزبير، أول من كتب في مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم في فترة متأخرة يعني من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا يركزون في البداية على القرآن وعلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. مش في فترة متأخرة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك. عفوا أبو الزبير توفي سنة 93. نعم، في فترة متأخرة من قصدي من القرن الأول. من القرن الأول أنا سبق القول، من القول من القرن الأول. فكان الاهتمام الواضح والتركيز الكبير على الآيات القرآن الكريم وجمعها وإحصائها، وكما حدث في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك تنقيط المصحف وترتيبه وتقسيمه كما حصل في عهد الأمويين والحجاج وما غيره، وثم الأحاديث، الاهتمام بالأحاديث النبوية. الآن قضية السيرة والمغازي أخذت درجة ثانية من الاهتمام، من اهتمام الكتاب المؤرخين. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن قضية الترتيب جاءت بروايات اجتهادية من أناس رووا عن أناس إما شاركوا في هذه الأحداث أو أنهم سمعوا عن هذه الأحداث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يعطي نوع من، يعني تجد في السيرة أن غزوة كذا حصلت في شعبان من سنة 4، ويقال في جمادة من شهر 5، أو في كذا من شهر 4، أو في كذا من سنة. لماذا كل هذا؟ لأن قضية تذكر وليست قضية حفظ وكتابة. التاريخ هو عبارة عن تكرار لأحداث في الذاكرة، وهذه الاختلافات لا تسبب مشكلة. بالضبط. يعني لا في فهم النص ولا بالضبط. في هذا الخلاف لأنه خلاف في أحداث ليس لها علاقة بالحكم الشرعي، أخرت قليلا في هو في التغليب بالنهاية المطاف هو تغليب يخضع لتفكير منطقي. يعني مثلا الأستاذ عادل بيقول أنه لا يعقل أنه بعد الأحزاب أن تجرؤ قبيلة على أن تغزو المدينة. يعني هذا تفسير اجتهاد منطقي، هذا اجتهاد أنا أخالفه. أنا أرى أنه لو كانوا حمقى ربما يفكرون، وربما كانوا من الحمقى. هو حتى هناك حوادث يعني حماقة أولمرت مثلا موجود. يعني في ناس عندهم نوع من الرعونة، من ما عندهمش حسابات دقيقة للأمور، أو ربما لديهم دوافع معينة. له حتى بعد الخندق، إذا درسنا الغزوات بعد الخندق سنجد أنه في عدد كبير من هذه الغزوات، عفوا هذه السرايا أو بعض الغزوات، هي إرسال ناس لعرب في جهة من الجزيرة العربية لقتالهم. لماذا؟ لأنهم فكروا بالاعتداء على الرسول صلى الله عليه وسلم، على المدينة. وإن كان يغلب بعد الأحزاب بالذات، كان يغلب أن ذلك كان لتأديب أناس خارجين عن النظام. يعني مثلا كانوا يغارون على المرة، مثلا ينهبون. حتى في حوادث في محاولة لغزو المدينة، في حوادث لغزو، وسنأتي إليها فيما بعد، حوادث لغزو المدينة. أنا ذكرت قبل الحلقة قضية هوازن وقصة خيبر. يعني هوازن ما زاد قبيلة ضخمة لم تشارك في المعارك بشكل أساسي حتى الآن، وثقيف، وهي تعد بآلاف المقاتلين. هذه لم حتى الآن لم كما يقال لم تخض، يعني شوكتها لم تخضض شوكة هذه القبيلة بعد. قريش رجعت عن الخندق لكن هذه ما زالت. وبالتالي أنه إحنا حطينا البني المشترك، وضعنا بني المشترك قبل لأنهم لا يفكروا. قد يكون وجهة نظر، لكن أنا أعتقد أن هناك محاولات. أنا أرجح أن تكون بني المشترك حدثت بعد الخندق في سنة شعبان من سنة 6 كما قال المؤرخون، ولكن هناك روايات كما ذكر الأستاذ عادل، لكن ليست خلافية. مدام الخلاف موجود إذن مش إشكال. يعني نعم، إحنا ممكن ندخل في المعركة وأحداثها. هو المؤرخين المسلمين اهتموا بالحدث أكثر بكثير مما اهتموا بتحديد زمانه. وإن كانوا حاولوا أنه يرتبوا، حاولوا، لكن أنا يعني أنا أتصور أنه في هنا في هذه الأشياء أمور كثيرة جدا تحتاج إلى بحث وتمحيص وتنقيب. ومنها ما يمكن أن نعرض له في موضوع حديثنا عن بني المصطلق وما حدث فيها وما نتائجها، لنصل إلى أشياء سواء كانت في تحديد موعد الحدث أو تحديد أعمار بعض الصحابة الذين يذكر دائما أنهم كانوا صغارا جدا عندما
حدث الشيء الفلاني. فمثلا يذكر أن أسامة بن زيد كان في 17 أو 18 عندما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزو الروم. وأنا يعني أرى أن قليلا من البحث يثبت أنه لم يكن في هذه السن، بل كان أكبر من ذلك بكثير. كذلك يمكن أن نعرض إلى مثلا عمر السيدة عائشة عند زواجها من الرسول عليه الصلاة والسلام، أو عمر السيدة خديجة عند زواجها من الرسول عليه الصلاة والسلام. كل هذه الروايات والأشياء تحتاج إلى تمحيص وتنقيب. فيمكن أن نعرض في هذا. لذلك بينما الآن لننطلق مع أحداث الغزوة، نشوف أحداث الغزوة. يعني أحداث الغزوة لم يكن فيها قتال كبير، القتال استمر لا ما لا يزيد عن ساعتين، وقتل من بني المصطلق 10 أشخاص، ولم يستشهد من المسلمين أحد على إلا واحد من الأنصار، واستسلم الغالبية الكبرى من رجال ونساء بني المصطلق، وأسر منهم عدد كبير. والرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يعني بدأ العودة. فحدث هنا أمران كبيران جدا. الأمر الأول خلاف بين المسلمين قبل في الأحداث المعركة نفسها. نعم. يعني إذا سمحتوني في هذا الأمر، تفضل. أنه في أحداث المعركة، أولا الغزو حصل على بئر ماء، على ماء المريسيع. المريسيع، نعم. ولذلك السبي الذي تم هو سبي من الرجال والنساء والأطفال. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سبى من الرجال والأطفال والنساء، وهذا يدل على أنه الحديث اللي كان قبل الفاصل، وهو حديث أنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغزو قوم وهم غارون، أو في يعني حديث أحيانا قد يكون في اجتهاد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هناك حديث في البخاري، الحديث الموجود في البخاري ويقول أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وهذا الحديث في صحيح البخاري في كتاب الأتق جزء أول 345. فهذا الحديث موجود، يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم غزا على بني المصطلق، الذين حاولوا أن يعتدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، حاولوا أن يجهزوا مثلا مجموعة قتالية أو جيش للغزو المدينة، فالرسول صلى الله عليه وسلم باغتهم، وكانوا على بئر المريسيع، هذا البئر الماء، وهم رجال ونساء وأطفال. حصل نوع من القتال القليل، ثم استسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يغيروا عليهم إغارة رجل واحد. فعندما فعل المسلمون ذلك استسلم معظم الناس الموجودين على هذا البئر، الرجال والنساء والأطفال، وكان أعدادهم بالمئات. وكان من بين هؤلاء الذين أسروا وهو جويرية بنت الحارث التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، والحارث هو زعيم قبيلة بني المصطلق، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ عندما قسم السبي على المسلمين، فبدأوا يقولون أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصهار نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعرض لكن هذا ليس الآن، يعني جاء فيما بعد. صحيح. نعم. قصدي أنا أريد أن أذكر قضية الإغارة والمرار، لأن في حديث في البخاري على هذا. أي نعم، حديث في البخاري على العين والرأس. هنا مسألة أنه نأخذ أن هذا المعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأهم بالقتال وهم في غفلة، أنا أعتقد أن الحديث يحتمل ما خلاف ذلك، مما ويشهد له ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في غير هذه الغزوة من أمور. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبيت أحدا وهو في غفلة. يا أخي هذا رسول، ما هو عندما يقول عمر بن عبد العزيز لأهل سمرقند لما بعث إن الله قد بعث محمدا نبيا ولم يبعثه جابيا، لم يبعثه غازيا،
ما هو بس هو دفاع عن النفس يا أستاذ. ما هو دفاع عن النفس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يحاول قوم يأتون ليهاجموا المدينة يا أخي. إذن من حق الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يؤدون العدة، من حقه أن يهاجمهم. بس هل وصل بهذا؟ هل يجب أن نقول أنه قاتلهم وهم غافلوا؟ هذا حديث واضح في البخاري. أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون. معناها أنه ما معنى ذلك؟ أنه فاجأهم في بلادهم، وعندما بدأوا بالقتال قاتلهم كما هي الرواية الأخرى. لماذا نصر على هذا؟ يعني هذا الإصرار، نحن دائما المسلمين، يعني أنا أريد، لذلك رجعنا إلى المربع الأول. نعم. هو أنه ماذا نقصد؟ هل نقصد أن نقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم فاجأهم بحيث لم يعد أمامهم إلا الاستسلام؟ إلا الاستسلام، بالضبط هذا هو. أم نقصد أنهم وهم غافلون نزل فيهم قتلا؟ لا 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 لا. آه. ولذلك لم يقتل منهم إلا 10 أشخاص. إذا ما في خلاف، لا ما في مشكلة. لا يعني. أنا الذي أريد أن أوضح نفسي، أقول أن المعركة لا تعني فقط العمل العسكري. هذا الذي المعركة تعني العمل العسكري وتعمل الحصار والحرب النفسية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يعدوا للمعركة ليهاجموا، فباغتهم الرسول صلى الله عليه وسلم. بعضهم حاول أن يقاتل، قتل مجموعة منهم 10، واستشهد واحد من الأنصار، ثم استسلموا جميعا الرجال والنساء والأطفال. طيب هذا يوافق نفس هذا هو. أي نعم. نعم، لكن احنا نعطي انطباعا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بقتالهم، هو الذي بدأ بالقتال وهم غافلون. هذا الذي أنا أعترض عليه، لم يبدأهم بالقتال وهم غافلون. هو وجوده هنالك في ذلك الوقت فاجأهم فأربكهم، فبدأ بعضهم بالقتال وشعروا بعد ذلك بأنهم لا يستطيعون القتال فتوقفوا واستسلموا. أما يعني على كل حال، يعني هي أنا ما شايف في خلاف، ما فيش خلاف كبير جدا، ما في خلاف. يعني هو المقصود أنه وصل إلى ديارهم من حيث لم يحتسبوا. نعم نعم، لم يكن. وكانوا في حالة اعتداء، هم في حالة اعتداء. هذا حدث في خيبة. نعم. وهذا حدث في فتح مكة، حدث في أشياء أخرى. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الرحمة للعالمين، للعالمين جميعا، مسلمين وغير المسلمين. يعني دائما يأخذ بالجانب الذي يحفظ حياة الناس ويعطيهم المجال في الاستماع إلى الدعوة وتقبلها. لسنا في خلاف يعني. يعني وهذا الفرق بين هذه الحالات التي صارت تتكرر فيما بعد كثيرا، وبين أمور مثل غزوة بدر أو غزوة أحد، حيث كان هناك معرفة سابقة. نعم. بالتقاء بتقارب الجيشين. نعم. وبالتموضع والتعبئة. نعم. نعم. إلى ذلك. نعم. نعم. في حادثة هنا، موضوع إذا في موضوع بين المصطلق، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مكث في ديارهم بعض الوقت، ثم عاد مع جويرية، تزوج من أعتق جويرية يعني وتزوجها. قبل أن نصل إلى هذا، حدث في المدينة فيما بعد. في المدينة. طيب فيما نعم. بعد. لكن نعم، قبل تفضل. يعني هو المسألة اللي حصلت في العودة أمران كبيران. نعم. الأمر الأول هو أن عراك على الماء بين اثنين من الخدم او الموالي او العبيد، احدهم محسوب على الانصار واحدهم على المهاجرين. جهجاه لما اختلف مع سنان ابن وبر فنادى يا يعني تزاحما على الماء. نعم. فقال يا للمهاجرين، فقال سنان يا للانصار، واختلف الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام سارع اليهم وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. يعني هنا انقسام المسلمين إلى فئتين، هذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام سارع إليه سريعا جدا، وأراد أن يعني أن يأيد الفتنة قبل أن تنشأ. أظن بلغه عن عبد الله بن أبي. نعم. هنا أنه هنا قال بعد ذلك نتيجة لهذا، نتيجة لهذا أن عبد الله بن أبي لما عندما سمع بدأ يثير الفتنة، فبدأ يقول لمن لأصحابه لم يكونوا يعرفون أنه منافق. وبالمناسبة فهذه أول مرة يخرج فيها المنافقون
مع في غزوة من غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يخرجوا من قبل في غزوة أخرى، يعني في أحد انسحب عبد الله بن أبي بالجيش وقال لو نعلم قتالا لاتبعناكم، إنما هنا رأى أنه ربما فيها مغانم فلذلك أراد أن يشارك. فعندما حدث هذا قال لأصحابه والله ما رأيتك اليوم مذلة وقد نافرونا وكاثرونا في بلدنا وأنكروا منتنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل سمن كلبك يأكلك، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل. وقال كمان أشياء أخرى، قال هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وأنزلتموهم منازلكم وآسيتموهم في أموالكم حتى استغنوا، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادكم، ثم لم ترضوا ما فعلتم حتى جعلتم أنفسكم أغراضا للمنايا فقتلتم دونهم فأيتمتم أولادكم وقللتم وكثروا فلا تنفقوا على من عنده حتى ينفضوا. يعني هذا كله كلام له شاهد في القرآن الكريم. القرآن رب العالمين من فوق سبع سماوات قال إن عبد الله بن أبي أو هذا الكبير المنافقين قال هذا الكلام، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض. وهذا الحديث الذي ذكره عبد الله بن أبي في جمع من قومه سمعه زيد بن أرقم، وزيد بن أرقم نقله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا الناس اختلفوا، بعض الناس ما تزال لديهم ثقة بعبد الله بن أبي، أو ربما كانوا يريدون أن يلتمسوا له عذرا لا يعرفونه أو لا يعرفونه على حقيقته، فقالوا ربما سهى الغلام ربما لم يعي الغلام، لكن القرآن فيما بعد صدق الغلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أراد أن يستوثق من قال له لعلك غضبت عليه لزيد بن أرقم، يعني زعلك في شيء لعلك غضبت عليه، قال لا والله يا رسول الله لقد سمعته، قال لعله قد أخطأ سمعك. سبحان الله. قال له لقد سمعته، قال لعله أخطأ سمعك، قال يا رسول الله قد سمعت وما أخطأت أنا، قال لعله شبه عليك. يعني ثلاث مرات يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يراجعه ليستوثق، هو حتى ليستوثق هنا فيه هنا حكمة أنا أعتقد أخذها من خلال هذا النص، إن الرسول صلى الله عليه وسلم في لنقول هو في خروج في معركة، وعندما تحصل الأحداث أو المشاكل والجيش موجود، يعني جيش كله مجهز وفيهم الأوس وفيهم الخزرج وفيهم الأنصار وفي هناك أناس ما زالت الإيمان لم يتمكن من نفوسهم ومن قلوبهم، لم يربوا التربية الإسلامية الحقيقية، وفي جيش مجهز، أي فتنة في مثل هذا الجو، أي نوع من أنواع الاختلال سيؤدي إلى كارثة بالنسبة للجيش المسلم، لأن الناس مسلحين ومتحفزين وقد يكون هناك من يحرش بينهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما تفضل الأستاذ هو أراد أن ينفي هذا الخبر عن عبد الله، أو على الأقل أن يعني أن يجعل يبعده حتى لا يحدث فتنة، أنه هذا عبد الله بن أبي بن أبي سلول من قبيلة الخزرج. لكن ألا تظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكونت لديه من القرائن مما سبق ما يجعله أميل إلى تصديق زيد بن أرقم؟ بس هو في لأن عبد الله بن أبي له موقف من غزوة أحد وجاي، نعم. مواقفه سلبية وسيئة، مواقفه من يوم الرسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى المدينة. نعم. لا هذا الذي تفضلتم به صحيح، لكن قصدي أنا هذا حكمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يريد أن يبعد. حكمته صلى الله عليه وسلم تجلت في أنه أمر الجيش بأن يتجهز. هذه واحدة هذه أهم حاجة بعد هذه. لا بعد أن ثبت هذا، بعد أن ثبت، بعد أن نزل القرآن وأثبت الحادثة وأصبح الناس يموجون ويتحدثون في هذا الأمر، أمر الجيش أن ينطلق حتى لا يكون هناك أي نوع من أنواع الاحتكاك. لا أظن الآيات نزلت فيما بعد أخي، الآيات نزلت فيما بعد،
لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد للناس أن ينشغلوا بهذا الموضوع ويكبر، وإلا لو نزلت الآيات لا حسم الأمر. حسم الأمر. فأمر الجيش بأن يتجهز في وقت لم يكن من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعد للرحيل. نعم. ولذلك سأله البعض، استنكروا يعني لماذا يا رسول الله، فأمرهم بالتجهيز وانطلقوا يعني ومشى فيهم ليل نهار ليل نهار حتى أرهقهم. عبد الله بن أبي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام عندما وأنكر. عرف أنه بلغه ما قال، يحلف بالله ما قال. أي نعم. فهو ينفي عن نفسه التهمة. ثم نزلت الآيات فيما بعد. نزلت الآيات فيما بعد. نعم صحيح. لما جاءه بعض الصحابة وقالوا له يا رسول الله لقد أمرت بالرحيل في ساعة لم تكن ترتحل فيها، قال ما سمعتم ما قال صاحبكم. فهنا عمر بن الخطاب يعرض على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقتل عبد الله بن أبي. فالرسول عليه الصلاة والسلام هنا فعل قال كلمة عجيبة عجيبة جدا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لاحظ، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الناس ما تعرف أن هذا منافق، وهذا دليل على أن الآيات نزلت فيما بعد. نعم. لأن الآيات عندما نزلت جاءه ابن عبد الله عبد الله بن عبد الله ابن أبي يعرض أن يقتل هو أباه إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتله، فنادى عمر حتى هذا وقال له، حتى هذا كان بعد الآيات نزلت بعد ذلك، الآيات كانت تصديقا لها لهذا فيما بعد. إنما عندما عبد الله ابن عبد الله بن أبي عندما عرض على الرسول عليه الصلاة والسلام هذا، لأنه سمع أن هناك من يريد قتل أن هناك من اقترح على الرسول عليه الصلاة والسلام قتل عبد الله بن أبي، فجاءه ليقول له يا رسول الله إن كنت قاتل إن كنت آمرا أحدا بقتل أبي فأمرني، فوالله ما عرف الناس رجلا أبر بأبيه مني، لكني أخشى أن أنظر إلى قاتل أبي فأقتله، فأقتل مسلما بكافر. يعني هذا هو يعني كانت الآيات قد نزلت بحسم الموضوع، هذا في المدينة يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد ابن أبي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن وصل المدينة، يعني في بعد أن وصل حتى أنه بعد أن فعل ذلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى باب المدينة، نزلت الآيات وحسم الأمر. نعم. وثبت أنه منافق، ذهب إلى باب المدينة، أبوه لم يكن قد دخل إلى المدينة بعد، وقف على بابها وقال لأنك لن تدخل إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنك أنت الأذل وهو الأعز، فقال له لقد أصابك شر بعدي أو شر، فماذا حدث؟ فذهب الناس فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بأن يسمح الابن. يعني على كل حال أنا لو عدنا قليلا إلى لا نستطيع أن نعود قليلا، أنا لابد أن نتقدم، انتهى وقت هذه الوقفة. نعم. ونستأنف الحديث في الموضوع في الوقت القادم إن شاء الله.